ليفت لايف من العناوين اللي كان عليها توقعات كتير عاليه لاسباب واضحه جدا، زي مثلا ان المطور بتاعها هو سكوير اينكس، شركه كبيره بتعمل العاب محترمه كتيره، بالاضافه لوجود يوجي شنكاوا كارت دايركتور للعبه. يوجي شنكاوا كان شغال مع هيديو كوجيما وشغال كمصمم شخصيات وعمل تصميم شخصيات كتيره عظيمه جدا منهم سوليد سنيك، فطبيعي لما نلاقي ان حد بالمستوى ده شغال على لعبه مع سكوير اينكس توقعاتنا لازم تكون عاليه جدا. لكن الحمد لله اللعبه فاجئتنا قوي. اول ما تجيب اللعبه على ستيم هتلاقي شكلها محترم جدا، الكفر شكله جميل، التصميم نظيف والصوره كويسه قوي، المنيو شكلها حلو، لكن مجرد ما تخش اللعبه هتلاقي كابوس. اللعبه عموما في المستقبل في وقت انتشرت فيه الحروب وتكونت دول جديده اكبر والحروب بقت على مستوى اكبر بكتير، وفي الات حربيه ضخمه باسلحه عملاقه تقدر تدمر دبابات بسهوله. المهم ان اللعبه بتحكي على هجوم حصل على مدينه معينه بشكل مفاجئ وقوي جدا وعنيف، ومات جنود كتير في الهجوم ده، وانت بتلعب بثلاث ناجيين من الهجوم. الشخصيات الصراحه معموله حلو جدا وشكلها كويس قوي، والقصه كذلك مبداها جميل، انها مشوقه في عالم خيال علمي بيحكي عن دمار العالم شر حلوب بآلاف مطولة جدا وأدوات حربية مدمرة بشكل كبير قوي. لكن المشكلة مش في تصميم الشخصيات ولا في مبدأ القصة، المشكلة في تنفيذ الكلام ده في لعبة. اللعبة تقنية متدمرة تماما من نواحي كتير قوي، الانيميشنز ضعيفة جدا، الجرافيك ضعيف، تكشرز الريزولوشنز بتاعتها صغيرة ومش دقيقة، ميكانيكس لعبة قديمة جدا وشبه ميتال جير بالظبط، تصميم المراحل مستوحى بشدة من ميتال جير، طريقة التنقل وسط الأعداء بنفس الستايل تقريبا بتاع ميتال جير مع اختلاف مستوى الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بتاع الأعداء في ليفت لايف تقريبا نسوا يعملوه، لو واحد مثلا شافك من اخر الدنيا كل الاعداء فجاه بيبقوا شايفينك. الطبيعي اللي موجود في باقي الالعاب كلها ان لو حد شافك بيتكلم وينبه زمايله وبعدين يبداوا يدوروا عليك، لان ما حدش منهم شافك غير واحد بس، مش بيبقوا عارفين انت فين بالظبط لكن عارفين مكانك وعارفين انك موجود حواليهم. في ليفت لايف لو حد لمحك تلاقيك واحد تاني فجاه في اخر الدنيا بيضربك وانت ورا الكفر كمان شافك من ورا الحيطه عادي جدا. على الصعيد الاخر بقى في الكومبات بتلاقيهم كلهم ماشيين طابور ورا بعض، هتقتلهم كلهم بسهوله في نفس المكان بالظبط ان هم ماشيين طابور ورا بعض كلهم. غير كده كمان كل مجموعه اعداء ليهم منطقه معينة لو شافوك فيها بيضربوك، بس لو جريت براها ودخلت تاني هرجعوا زي العادي وينسوا تماما انك كنت موجود من شويه. فالذكاء الاصطناعي من كتر الاخطاء اللي فيه ما ينفعش نقول ان هو وحش او فيه عيوب، بقى لازم نقول ان هم نسيوا يعملوه اصلا. فتخيل لعبه تخفي ونجاء الاعداء فيها من غير ذكاء اصطناعي، كده الحاجات الاساسيه في اللعبه كلها باظت، فبقى الحاجات ما بقاش ليها لازمه، لان صراحه بعضها معمول كويس زي مثلا الكرافتنج او تقسيم الليفلات والاماكن اللي ممكن تستكشفها في المراحل والمكافئات على الاستكشاف، بغض النظر عن الحاجات اللي ليها علاقه بورد اوف تانكس اللي مرميه في كل حته في اللعبة بطريقة غريبة وغير منطقية وعشوائية، ودي حاجات معينة لو اخدتها بتفتح لك محتوى اضافي في لعبة World of Tanks زي مثلا دبابات جديدة او غيره. اللعبة مش open world لكن لكل مهمة منطقة معينة في الخريطة، وبيكون لك حرية الاستكشاف في التجول في المكان المفتوح ليك من الخريطة عشان تخلص المهمة بالطريقة اللي انت عايزها، اذا كان تخفي او قتل اعداء او تفادي الاعداء بشكل كامل، او تطلع تجري زي مجنون وتنط زي الاهبل لحد ما توصل للمكان اللي انت عايزه، لان عدم وجود ذكاء اصطناعي بيخليك ممكن تعمل اي حاجة حتى لو غير منطقية. اللعبة مرئيا مش حلوة على عكس الارت بتاع اللعبة اللي شكله يشد فعلا ومبهر، والمين منيو اللي شكلها برضو حلو جدا ومصممه كويس وشكلها حاسسك انك هتدخل تلعب احسن لعبه تلعبها في حياتك. نقطه كمان بقى عايز اتكلم عنها هي سعر اللعبه. اللعبه نازله ب $60 وده طبعا سعر جنوني انه يدفع فيها، بالكتير المفروض يكون سعرها الاساسي $20 ولما تنزل يبقى عليها تخفيض لمده 3 شهور مثلا انك تجيبها بحوالي $15، لكن وجودها بسعر لعبه كامله شيء غير منطقي. بس عموما هو اتعمل لها تخفيض 68% على نسخه بلاي ستيشن 4 لكن في اليابان بس، لكن النسخه الانجليزيه بالاخص على ستيم لسه بالسعر الكامل هو $60. كل ده بقى غير التوقعات العالية بتاعت اللعبة اللي خلتنا نصاب بالإحباط بشكل كبير، إن شركة كبيرة زي سكوير إينكس وأرت دايركتور من أفضل أرت دايركتورز ومصممين الشخصيات في العالم يطلع منهم لعبة على مستوى تقني لا يليق تماما. كده انتهت المراجعة بتاعتنا، ما تنساش تقول لنا أنت مين وعايز إيه، اللينك تحت في الديسكربشن، ويا ريت لو عجبتك المراجعة اعمل لايك لو أنت جديد في القناة أول مرة تشوفنا، اعمل سبسكرايب ونحدد الفيديو اللي جاي. سلام.